اتفاقية المبرة ما بين المحافظة الولائية للغابات تلمسان والمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة مكتب تلمسان، وتخليدا لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 واحتفاء باليوم الدولي للجبال، تشرف المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة بالتنسيق مع مقاطعة الغابات ولاد ميمون بعملية غرس 300 شجرة من نوع خروف في هذا الموسم التسجيل، هذا كحصة أولى، وسوف نستهدف إن شاء الله غرس 300 شجرة خلال هذا الموسم. قمنا بغرس وتشجير ما يقارب أو ما يفوق 300 شجرة خروف، وهذا بالتنسيق مع المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية للمواطنة والبيئة. يعني علاش اختارنا الاسباس هذا النوع تاع الخروف؟ لكوني انها ماده، يعني ماده كما نقولوا عندها قيمه غذائيه، قيمه كذلك اقتصاديه، وما عرفته في الاونه الاخيره من كما نقولوا احنا التحويلات فيما يخص في الادويه الصيدلانيه وكذلك في الطب الاعشاب. لهذا فضلنا اليوم باش نغرسوا خروف بدل من اشجار اخرى، والعملية مستمرة إلى غاية 21 من شهر مارس، وفي كل يعني مناسبة سوف نقوم بغرس وغرس ما قد تلف من قبل، وإن شاء الله مشكورين على كل من حضر، ومشكورين كذلك السلطات المحلية على الإعازة وعلى المساندة.